حضرتك في مادة السكر واللي تدمر منها عدد من المواطنين. اتصلنا بسيد يسري الدمرجي المدير الجهوي للتجارة باش نوضحوا، هل ترى فما ضخ كميات من مادة السكر لتلافي النقص اللي كما ذكرت تدمر من المواطن؟ معنا السي يسري، كان توضح لنا أكثر شنو الحالة توا نتاع التزويد من ناحية مادة السكر اللي هي نعرفها أساسية، وبالنسبة لتزويد السوق زادة بالمواد الأخرى زادة، نعرفوا حتى الفارينة اليوم في الأيامات اللي فاتت راهو فما نقص برشا حوانت وبرشا مخابز قالوا ما عندناش في بعض الأيامات الفارينة نقص. شكرا يسري دمرجي مدير جهوي للتجارة بباجة. اللي لاحظناه في الليمة اللي فات الناس كلها معناها فما ضغط كبير على مادة السكر اللي هو معناها مادة أساسية. المادة هذه احنا كولاية باجة ما لاحظناها كان في معناها في أول جويلية معناها ظهر ضغط على المادة هذه، ولكن كإدارة دخلنا باش وفرنا كميات معناها إضافية للمحلات التجارية بصفة عامة. اللي صار بالضبط باش المستهلك يعرف شنو اللي صار، هو فما تعطلت شوية معناها التزويد نتاع الديوان التونسي للتجارة بالكميات هذه، الشيء اللي خلانا معناها نقصوا في الكميات الموزعة على مستوى تجار الجملة، وناس اخذت المعلومة هذه وحست اللي فما نقص. الشيء اللي ولد لهفة عند بعض الناس اللي معناها خلات الكميات هذه تترفع، حتى كي نزودوا احنا كمية تورناتا مثلا في النهار في مساحة تجارية كبرى ولا حاجة، الكلمة اللي تدور كونه فما نقص سكر، دونك الناس كلها تمشي تجري للبلاصة هذيك، اللي يهز 5 كيلو واللي يهز 6 كيلو، الشيء اللي يخلي مواطن آخر يقعد بلا سكر. فما كميات مدخرة في السوق؟ حاليا ما عادش عندنا اشكال تاع سكر، ما عادش نحكيو عليه، لانه اخر باخره جات على ميناء بنزرت وقاعدين يتم التوزيع نتاعها. احنا وصلنا في فتره ما معناها ضغطنا حتى على تجار الجمله، ما عادش نعطيهم اللومبالي، حبينا نوجهوه للجروند سيرفاس لانه غاديك يكون التعامل اسهل خير من المحلات التجاريه باش نوفروا لهم الفراك. اليوم وصلنا حتى الجروند سيرفاس نعطيهم الفراك باش ما نقعدوش نستناو في المعامل حتى اللي نتعمل الامبالاج نتاعها من منين جاء البط وعدي للجروند سيرفاس يخرج الفراك، هكاك المواطن يشوف السكر موجود وكذا. شيء احنا ما عادش مشكلتنا معناها تزويد، ومشكلتنا نقصوا اللهفه اللي تخلقت عند المواطن اللي نتصور تو كل عائله عندها 10 كيلو مينيموم سكر في الدار. سي يسري قداش جاء بالجهه من كميه اللي فاتت؟ احنا في الايامات العاديه نستهلكوا بين 120 ل 150 تورناتا اسبوعيا، معناها في ولايه باجه تكفينا كوم الفو. في الفتره اللي صارت فيها النقص باللي هبطنا معناها اقل شوي من 100 تورناتا، لكن 100 تورناتا هذيك ما يلزمهاش تخلي الولايه نقص، لكن المعلومه اللي غالطه اللي تدور اللي كونه فما نقص وكذا هي اللي خلات اولا التاجر هو اللي يخبي في السكر، ثانيا لانه يجيه مواطن يقول اعطيني 4 سكر 4 كيلو سكر، فهمت؟ ولا تخلقت زاد البيع المشروط، خفى بضاعه، معناها الكميات قد ما تحط ماهيش تكفي، لانه اللي تحطه معناها يجيو الناس الكل يهزوه يرفعوه وديما نحسوا فما نقص. فعليا الجهه قداش جايه السكر مثلا ثلث شهر جويليه؟ ثلث شهر جويليه عندنا اقل شيء 500 تورناتا في باجه، معناها كل عائله كان نحسبوا بالمواطن، كل مواطن عنده 2 كيلو سكر في الشهر، اللي هي مرتفعه برشا من 2 كيلو بار بيرسون، وقت اللي هي 2 كيلو للعائله كامله تكفي في الشهر. معناها تاي سكر شو اسمه تاي مشي طيب التاي ولا مشي طيب قهوه حليب كذا 2 كيلو تكفي. سوسي في الاسابيع الاخيره سمعنا يعني المخابز تشكى نقص ماده الفرينه، ورينا حتى ساعات المواطن الخبز بعد منتصف النهار ما عادش يكون موجود، المخابز يعني يحتجوا بسبب نقص كميه الفرينه المتواجده، ما مدى صحه الخبر هذا؟ مو صحيح بالنسبه للمخابز المدعمه المصنفه،
اللي تاخو في الفرينة المدعمة هم كلهم عندهم حصة شهرية. الحصة هذه معناها مقسمة يوميا كل واحد واستهلاكه. فوق ذلك احنا بالنسبة للمخابز اللي هي سنجيم نعطيهم الفرينة سبيسيال وسميد باش يزيدوا فوق الكمية هذيك. فوق ذلك عندنا المخابز الغير مصنفة اللي هي معناها تعرفها تستعمل كان الفرينة غير مدعمة وسميد. اللي قاعد صاير هو توا كونه فما ناس معناها اذا كان فما تشكي راهو من الفرينة السبيسيال هذه او من مد سميد، ولو انه مد سميد متوفرة بكمية كبيرة لكن الاستهلاك زاد بحكم عندنا برشا منا فما منا بالخارج رجعوا فما دي باساجي تعداوا على باجة يمشوا لتبرقة يمشوا لحاجة في الثنية هز الخبز كذا، هذا خلق نوعا ما استهلاك إضافي من المستوى الولاية. لكن ديما معناها الكميات اللي قاعدة نوفر فيها معناها تكفي. نتصور في باجة منها فمش حد يتشكى، يمكن شوية في الجهات الداخلية كل الخبز في نص نهار، لكن هذيك هي فما حصة نتاع كل مخبز معناها يلزم يخدمها. وإذا كان فما بعض البلايص في رقم مراقبة في المجال هذا سواء بالنسبة للسكر وإلا معناها الفارينة قاعدين يعملوا في الجولة نتاعهم أكيد خلفيات باش يشوفوا كيفاش التزوير ويتصدروا الاحتكار، هذا هي دورة سي يوسف. بالنسبه للفرق المراقبه الاقتصاديه الخدمه نتاعهم هي اولا توفير الماده والحرص لكون الماده هذيك تكون معروضه للمستهلك وتكون موجوده. اول حاجه نطالبوهم بها عوان المراقبه في خدمتهم كونوا يمشيوا يثبتوا في المحلات التجاريه هذه موجود السكر ولا ومعروض ولا، خاصه لازم يكون معروض للعموم، يلزم المواطن يشوف مش مخبي تحت كونتوار ولا يعطي فيه وجوه ولا واحد ياخو والاخر ما ياخوش. عنده الحق باش يقول ما نبيع لك كان كيلو، ما عندوش حق باش يقول لا ما نبيع لكش ولا ما عنديش ولا لما تاخو معها حوايج اخرى. بالنسبه للمخابز احنا انا خليت الدعم هي اللي تابع تزويد المخابز هذه، عندنا منظومه اعلاميه كل مخبزه تتزود بالفرينة إلا وتخرج لنا على المنظومة هذيك حتى ولو المخابز غير مصنفة. والتوصيات اللي اعطيناها حتى للمخابز مصنفة وغير مصنفة اللي عنده مشكلة تتزود مع طاحونة ما إلا ويتصل بالإدارة وإحنا ندخله معناها فورين على عين المكان معناها باش نحلوا الإشكال هذاك باش المنطقة هذيك تبدأ متزودة وما تقعدش ناقصة معناها بالكل. بالطبع إذا كان فما واحد معناها فما تلاعب ولا إخلال ولا حاجة بترتيب الدعم ويتم رفع المخالفة الاقتصادية وأخذ الإجراءات اللازمة ساعات الإدارية منها زادة. نحكيوا على غلق وإفلاس سيسري النقابات في بيجا، قالوا فما مخابز أفلست، هل انتم متابعوا الموضوع هذا ولا لا؟ احنا لحد الان ما عندناش حتى مخبزه سكرت نتيجه الاسباب هذه. صحيح فما بعض المخابز تمر بظروف صعيبه لكن كل المخابز تو حتى كان ندخل المنظومه العالميه تو نلقاو المخابز كلها قاعده تزود بالفرينه وبالحصه كامله تشتغل يعني بصفه عاديه. واحنا خاصه في الايامات اللي خرجت معلومه كونه فما مخابز تمر بظروف صعيبه سهلنا على المخابز هذه ومشينا عملنا زيارات ميدانيه وتفقدناهم. وصحيح ما انا عندهم ظروف مثلا ما ينجموش يخلصوا سي ان اس اس في الاونه هذه لكن يواصل يخدم بصعوبه وقاعدين نتبعوا فيهم انا. وبالنسبه لنا اي مخبزه معناها ما نجمتش تواصل تخدم لمشاكل معينه ما نعرفش شنو، لكن ما نجمش نقعدوا نخليوها احنا ياخذ الفرينه المدعمه حتى يجوز باش يمشي بيها ولا حاجه. احنا ندخله كاداره اولا نوقفه نمنعه من التزود والكميه هذيك نوليو نوزعها على المخابز المجاوره باش المستهلك يلقى الكميه نتاعو نتاع الخبز معناها هي بيده ما تنقص له حتى شيء. سيوسف في نقطه اخيره عملت مراقبه تاع شهر جويلية كان عندك بعض الارقام وحاجه يعني بالنسبة للشهر جويلي هو كما قلت لك معناها ما عنديش انا قدامي تو لكن في حدود 240 مخالفة اقتصادية اللي تم رفعها معناها
ايه ما لقيناش معنا عن حجز تاع 1200 لتر زيت غير مدعم بليتو معناها هذه قمنا بهم. ثم محجوزات اخرى تتعلق بالدخان لكن كسكر وكفارينة ما فهمش مخلفات تختيره معناها اللي رفعناها الحقيقه. شكرا.